يعطيك العافية. نأخذ الآن التطبيقات، موضوع التطبيقات الاقتصادية على المشتقة الأولى. والتطبيقات الاقتصادية هي المقصود فيها الربح والإيراد والتكلفة وغيرها. وطبعا راح نأخذ الربح الحدي والإيراد الحدي. نوضح بداية بعض القوانين المهمة، أو القوانين المهمة في هذا الدرس، القوانين المهمة، وهي عندنا القانون الأول هو قانون الإيراد، قانون الإيراد الكلي. طبعا قانون الإيراد بشكل عام اللي هو رمزه دالة سين يساوي عدد الوحدات المباعة أو المنتجة سين، عدد الوحدات سين ضرب سعر الوحدة الواحدة، سعر الوحدة الواحدة أو سعر بيع الوحدة الواحدة. هذا يسمى الإيراد الكلي. الآن بالرموز نكمل، يصير عندي عدد الوحدات سين ضرب السعر، نكتبها طبعا فيما بعد عندما يتوفر لدينا أرقام. الآن عندي أنا الإيراد الحدي. الإيراد الحدي هو مشتقة الإيراد الكلي، هو مشتقة الإيراد الكلي. إذا ما ننسى إنه الإيراد الحدي هو مشتقة الإيراد الكلي. هاي معنى التطبيقات الاقتصادية على المشتقة الأولى. يعني مشتقة الإيراد الكلي هي الإيراد الحدي دال فتح لسين. طيب عندي قانون آخر اللي هو قانون التكلفة الكلية. قانون التكلفة الكلية، في عندي أنا التكلفة الكلية وفي عندي التكلفة الحدية. نبدأ بالتكلفة الكلية اللي هي كاف لسين وتساوي مقدار. هنا مقدار يعطيني إياه بالسؤال جاهز. الآن التكلفة الحدية، إذا ما ننسى هون التكلفة جاهزة في السؤال، معطى في السؤال، يعني ما بيقول لي ما هي التكلفة الكلية، معطى في السؤال. الآن التكلفة الحدية هي كاف فتحة لسين، كاف فتحة لسين، برضو كاف فتحة لسين نشتق التكلفة الكلية، نشتق التكلفة الكلية. طيب عندي القانون الأساسي الآخر هو قانون الربح الكلي، اللي هو رمزه را لسين يساوي الإيراد الكلي ناقص التكلفة الكلية، الإيراد الكلي ناقص التكلفة الكلية، ويساوي الإيراد الكلي قديش؟ اللي هو دالة سين ناقص التكلفة الكلية اللي هي كاف لسين. الآن في عند الربح الحدي، الربح الحدي الربح الحدي هو را فتحة لسين يساوي دال فتحة لسين ناقص كاف فتحة لسين. طيب الآن احنا يهمنا مش نحفظ قوانينه بس، يهمنا نحل أيضا تمارين. خلينا ناخذ تمارين ونحل على هذا الموضوع ونفهمه. طبعا هون شباب بدنا نهتم بإشي اسمه اختبار المشتقة الثانية. ما هو اختبار المشتقة الثانية؟ أو شو خطوات المشتقة اختبار المشتقة الثانية؟ نجد أول إشي النقاط الحرجة، إيجاد النقاط الحرجة، بعدين إيجاد المشتقة الثانية، بعدين تعويض النقاط الحرجة،
في المشتقة الثانية. شو اللي راح يصير من هاي الخطوة الأخيرة؟ شو راح يصير أو ينتج عندنا من هاي الخطوة الأخيرة؟ ناتج التعويض راح يكون سالب، أو ناتج التعويض راح يكون عندي موجب. الآن إذا كان ناتج التعويض سالب، فمعناها هون إنه إذا كان ناتج التعويض سالب فمعناها إنه الربح في أعلى قيمة. هذا إذا كان ناتج التعويض سالب، لأنه نص السؤال بيعطيني إنه القيمة التي تحقق أعلى ربح. إذا كان ناتج التعويض موجب، الربح في أدنى قيمة، يعني قيمة صغرى، هيك معناها. هذول الثنتين راح ناخذ سؤال أسئلة إن شاء الله ونفهم الموضوع كامل، ونشوف طريقة الوزارة أو الأسئلة اللي بتيجي في الوزارة كيف طبيعتها وكيف شكلها على هذا الموضوع. خلينا ناخذ مثال واحد. يبيع مصنع سين وحدة من أحد منتجاته أسبوعيا بسعر سين زائد 50 دينار للوحدة الواحدة. جد الإيراد الحدي المتحقق من بيع 30 وحدة أسبوعيا. الحل واضح من السؤال، جد الإيراد الحدي، يعني بدي الإيراد الكلي بالأول وبعدين أشتقه وأعوض 30 في المشتقة، هيك معناها. الإيراد الكلي دال سين يساوي إحنا قلنا إيش؟ السعر ضرب عدد الوحدات، السعر سين زائد 50 ضرب عدد الوحدات المنتجة سين، ويساوي نوزع سين، يصير سين تربيع زائد 50 سين. هذا الإيراد الكلي. طيب بدي الإيراد الحدي دال فتحة لسين، الإيراد الحدي 2 سين زائد 50 اشتقاق. الآن بدي الإيراد الحدي من 30 بيع 30 وحدة دال فتحة للثلاثين تساوي 2 ضرب 30 زائد 50، 2 ضرب 30 60 زائد 50 110 دينار. هيك بيجي مرات السؤال، أحيانا بيجي بهذا الشكل، وكثير أجا بهذا الشكل، ننتبه لهذا النمط. الآن عندي مثال اثنين، يحقق أحد تجار الجملة إيرادا أسبوعيا، مقداره 2 سين زائد 400 دينار
من بيع أحد أصناف بضائعه، فإذا كانت التكلفة الإجمالية المرافقة كاف لسين تساوي سالب 2/10 سين تربيع ناقص 10 سين، احسب الربح الحدي المتحقق من بيع 100 وحدة أسبوعيا، من بيع 100 وحدة أسبوعيا. لاحظوا بده الربح الحدي، إذن بدي أبدأ بالربح الكلي. الحل: الربح الكلي اللي هو را لسين يساوي السعر، طبعا هنا مش هنا معطيني الإيراد مباشرة، معطيني الإيراد مباشرة بالسؤال، ما في عندي لا أضرب لا بسعر ولا بغيره، خلاص إيراد مباشرة 2 سين زائد 400، هاي هذا إيش الإيراد ناقص التكلفة اللي هي كاف لسين، بدي أحطها بين قوسين، ناقص 2/10 سين تربيع ناقص 10 سين ناقص 10 سين، نفك القوس بصير عندي 2 سين زائد 400 زائد 2/10 سين تربيع زائد 10 سين يساوي، نعيد الترتيب شوي، 2/10 سين تربيع 10 و2 12 سين تجميع حدود هون زائد 400، هذا الربح الكلي. طيب بدي الربح الحدي اللي هو را فتحة لسين، بشتق الربح الكلي 2/2 4/10 سين زائد 12، هذا الربح الحدي. الآن هو بده إيش؟ الربح الحدي المتحقق من بيع 100 وحدة أسبوعياً. إذن را فتحة للمية تساوي 4/10 ضرب 100 زائد 12. 4/10 ضرب 100 هي راح تطلع عندي 40 هون، زائد 12 وتساوي 52 دينار. لاحظوا هون احنا بنحل حل عادي تعويض مباشر وما عندي اي اشي، بس بطبق المشتقة لغاية الان، بس بطبق المشتقة الاولى واعوض فيها، ومرات ما بيطلب مني تعويض، فقط احسب الربح الحدي، احسب الايراد الحدي فقط. لكن اذا طلب مني اعلى ما يمكن واقل ما يمكن، بدي اكمل اختبر المشتقة الثانية واساوي بالصفر واطلع نقاط حرجة، مهم جدا هذا الموضوع. خلينا ناخذ مثال على فكرة أعلى ما يمكن وأقل ما يمكن. ينتج مصنع نوعا من الأواني البلاستيكية عدد سين أسبوعيا بتكلفة إجمالية أو كلية مقدارها كاف لسين يساوي 4/10 سين تربيع ناقص 30 سين، فإذا كان سعر بيع الوحدة الواحدة يساوي 10 دنانير، جد أعلى ربح ممكن يتحقق
من بيع الوحدة الواحدة. لاحظوا الآن هون شباب، عندي أعلى ربح ممكن، أعلى طلب مني جد أعلى ربح، معناها هون شو بدي أعمل؟ بدي أكون معادلة الربح أول إشي، معادلة الربح الكلي، بعدين أشتق، بعدين أساوي بالصفر والنقاط الحرجة، وأستخرج النقاط الحرجة، بعدين أشتق المشتقة الثانية، أو أجد عفوا أجد المشتقة الثانية وأعوض فيها. هذول الخطوات مهمات الآن. إذا أطلع أول إشي معادلة الربح الكلي. معادلة الربح الكلي را لسين يساوي ماذا؟ الإيراد الكلي اللي هو سعر البيع سين ضرب 10 ناقص التكلفة الكلية اللي هي 4/10 سين تربيع ناقص 30 سين يساوي 10 سين ناقص 4/10 سين تربيع زائد 30 سين زائد 30 سين. فكينا القوس هون. هذا الربح الكلي. طب الربح الحدي لازم الآن أشتقها، يساوي وأعيد الترتيب، أخلي الأسس الأعلى في البداية، ناقص 4/10 سين تربيع لي سالب 8/10 سين. طبعا هنا 10 سين و30 سين، خلينا نجمعهم هذول، يصير عندي سالب 4/10 سين تربيع و10 و30 زائد 40 سين. الآن هون ناقص 8/10 سين و40 سين مشتقتها 40، الآن أساويها بالصفر، تساوي صفر، يعني سالب 8/10 سين زائد 40 تساوي صفر، يعني سالب 8/10 سين تساوي سالب 40. واضحة ليش جبنا 40 هون؟ أقسم على سالب 8/10 وعلى سالب 8/10، قسمت الآن الطرفين بهذا الشكل، صار عندي سين تساوي وسالب مع سالب بنختصرها، وأربعين على ثمانية بتطلع عندي 50 وحدة، 50 وحدة. طبعا عارفين كيف عملنا هون؟ بدي أتخلص من الفاصلة اللي بالمقام، فشلت الفاصلة قبليها في منزلة واحدة، برفع بدل المنزلة صفر، بصير 400/8، 400/8 50. الآن طلع عندي 50 وحدة. طيب بدي أتأكد هل الخمسين وحدة تحقق أعلى ربح أم أقل ربح؟ خليني أختبر الآن، بدي أوجد المشتقة الثانية، بقول را فتحتين لسين تساوي، بشتق هاي هاي فقط، سالب 8/10 سين سالب 8/10، بعوض فيها الخمسين وحدة، را فتحتين للخمسين ما في سين أعوض فيها، فبتظل لي سالب 8/10، إذا طلع الناتج سالب، سالب، إذا بقول أعلى أو الربح أعلى ما يمكن، وهو المطلوب، وهو المطلوب. هذه الخطوات الرئيسية لحل هذا النوع من الأسئلة اللي فيه أعلى ربح دائما، هاي خطوات رئيسية، خطوات رئيسية. لاحظوا قديش ما في كم معادلة وعليه 7-8 علامات هذا السؤال، انتبهوا جيدا له، انتبهوا جيدا، يعطيكم العافية.